شخصية يقترن اسمها بالكفاح ضد العنف تجاه المرأة. الفقر والتمييز هي الجملة التي استعملتها لجنة التحكيم الخاصة بجائزة أمير أستوريس في تقديم الصحفية الكونغولية كادي أدزوبا الحائزة على جائزة الوئام. منذ سنوات تكافح أدزوبا ضد الاعتداءات الجنسية التي تستعمل كوسيلة حرب في بلادها. أسلحتها الوحيدة ترددات إذاعة أوكابي وكذلك مشاريعها مثل امرأة في الحياة البرية. صحفية ومحامية، مشوارك المهني يتميز بجد الحلول وتسوية القضايا المتعلقة بمكافحة العنف الجنسي. ما هي الذكرى التي تحتفظين بها في أول لقاء لك مع ضحية عنف جنسي؟ لم أكن قادرة على إنهاء المقابلة. كانت المرة الأولى في عام 2000 وكنت في الميدان. التقيت امرأة وكنت حريصة جدا لمعرفة ما حدث لها وما تعرضت له. سلمتها الميكروفون، وجهت لي نظرة ولم تتحدث. حاولت مجددا وأخبرتها أن هذا أمر مهم جدا. نظرت إلي وقالت: هل أنت متأكدة أنك تريدين الاستماع؟ هل ستتحملين؟ قلت: أكيد. بعد دقيقتين من كلامها نهضت وغدرت. لم أودعها حتى ولم أشكرها، بكل بساطة غدرت، هربت. إنها أحداث كنت على علم بها، لكني لم يسبق لي أن تحدثت مع ضحية، لذلك هربت. وكيف كان أثر هذه المقابلة بالنسبة لك؟ هل غيرتك؟ منذ تلك المقابلة وعدت نفسي ببذل كل ما بوسعي في سبيل هذه القضية باستعمال العلاقات البسيطة التي كانت لدي. أردت تقديم المساعدة والمساهمة في تحسين حياة هذه الفئة من النساء. لم أكن أستطيع تقديم الكثير لأنه لم تكن لدي وسائل كبيرة. كان لدي الميكروفون للحديث وإدانة هذا والإعلان عما تتعرض له النساء. ما هو المسار الذي يجب أن تسلكه الضحية للخروج من دوامة الاعتداء وكيف تغير نظرة المجتمع إليها؟ أولا ستقوم باستخدام الوقت، والوقت ليس يوما واحدا ولا اثنين ولا حتى شهر، وليس شهرين، وليس خمسة أشهر. لسوء الحظ ليس عامين، للأسف الأمر يتعلق بعدة سنوات، 5 سنوات أو 6 وقد يكون 10 سنوات. إنها حالة تدمير جسدي، تمزق، صدمة وتعذيب يجب إصلاحه. هذا أول شيء، الإصلاح البدني. بعد ذلك فإنه يجب إزالة الصدمة عن طريق العلاج النفسي والاجتماعي. بعد ذلك إذا كانت تستجيب بشكل جيد فإنه يجب اتباع العلاج الجماعي والعلاجات الأخرى في الحياة الاجتماعية كإعادة الاندماج الاجتماعي والاقتصادي. بعد ذلك عليك أن تعمل مع المحيطين بها لتكون مقبولة في المجتمع الذي يدينها. وأخيرا تأتي مرحلة الاندماج الاقتصادي لأنه هو أيضا مهم جدا، حيث غالبا ما تقع الضحية في فخ الفقر لأنها فقدت كل شيء. هل من الممكن الشفاء التام دون عدالة؟ لا، لسوء الحظ لا يوجد علاج كامل بدون عدالة. ما دام الجناة في حرية، المسؤولون والمذنبون لم يعاقبوا ويتجولون بكل حرية. تصدم الضحية عندما تلتقي بمن كان المسؤول عن مأساتها. صدمة ليست فقط للضحية وإنما بالنسبة لنا جميعا للمجتمع بأكمله. تحرضت لتهديدات لأنك تفضحين جرائم العنف الجنسي، حتى أنك كنت مجبرة على مغادرة بلدك. بماذا تشعرين عندما تعملين في ظل خوف دائم؟ هددت لأنني تحديت هؤلاء الجناة والنظام، لكن النساء ضحايا العنف الجنسي تحدوا من؟ لا أحد. لم تفعلن شيئا، رغم هذا تعرضنا لفظائع خطيرة لا يمكن تخيلها. هذا ما يعطينا الشجاعة،
هذا صحيح، نحن نخاف. صحيح أنه عندما تصلنا رسالة قصيرة تحمل تهديدات ويطلبون مني الكف عن هذا الكفاح، وإلا سيتم رمي برصاصتين في الرأس، كنت أخاف. لكن من يريد قتلك لا يرسل لك رسالة نصية، بل سيقتلك مباشرة. من يملك مفتاح تثبيت السلام المستقر والدائم في جمهورية الكونغو الديمقراطية؟ الجميع. الجميع. السلام هو مسألة عالمية. السلام هي قضية تخص أولاً المسؤولين بشكل مباشر، لديهم مسؤولية حماية الشعب، وهنا أقصد الحكومة الكونغولية. المسؤولية هي أيضاً المجتمع المدني الكونغولي في مواصلة دعم هذه الحكومة لتمكينها من مواصلة مهامها بشكل أفضل. المسؤولية أيضاً تقع على عاتق المنطقة ومنطقة البحيرات الكبرى كذلك، وجميع الدول المجاورة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. إنهم مسؤولون بطريقة أو بأخرى عما يحدث في الكونغو. القارة الأفريقية والدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي هم كذلك من ضمن قائمة المسؤولين ومطالبون بتحمل مسؤولياتهم وحل هذه المشاكل. المسؤولية تتعدى الحدود والمحيطات وتخص ما يسمى المجتمع الدولي. الصراع الكونغولي كان في البداية صراعا اقتصاديا كما ورد في العديد من التقارير، وكان سببه الشركات المتعددة الجنسيات التي مولت الجماعات المسلحة في سبيل تحقيق مصالحهم الاقتصادية. النتيجة كانت مقتل 6 ملايين كونغولي، كما خلف هذا الصراع 500 ألف امرأة ضحية للعنف الجنسي. الجميع يتقاسم المسؤولية ويجب عليهم الإجابة عن هذه الأحداث. هذا هو العدل. تاريخ البلاد يتسم بالحرب، ولكن أيضا بالنضال المستمر للمرأة من أجل السلام. ماذا يمكننا أن نتعلم من نضال المرأة الكونغولية هنا في أوروبا التي تكافئك اليوم بهذه الجائزة؟ أوروبا في الواقع تعيش في حالة من السذاجة، إذا جاز لي أن أقول. هذا نتيجة ما نقدمه لهم كالمعلومات التي نفيدهم بها من أفريقيا. أفريقيا هي قارة الفقر، وأفريقيا هو العالم الثالث، وأفريقيا هو الحرب، وأفريقيا هو المرض والإيبولا. نحن نجهل أن في أفريقيا يوجد رجال ونساء شجعان، رجال ونساء يمكنهم مواجهة العالم ومواجهة الفظائع بلا خوف. ويتعين على أوروبا الآن تغيير طريقتها في رؤية الأشياء في أفريقيا. يتعين على أوروبا أن تغير سياستها تجاه أفريقيا، وهذا مهم جداً. Merci beaucoup. Je vous en prie.